واحدة بتقول توفي زوجي وترك لي طفلين لم يتجاوز الكبير منهم 4 سنوات وربيتهم أحسن تربية وتخرجوا من أحسن الكليات وشغلوا مراكز مرموقة والكبير منهم منذ أن خطب وتزوج لم يعد يسأل عني حتى بالتليفون أنا حزينة جدا وقد توقعت أن الرب يعوضني عن تعبي فماذا أفعل؟ اعتبري انك انت تعبتي من اجل اولادك واديت واجبك وانك لا تنتظرين خيرا من تعبك، لكن طبعا طبيعي ان تاخذي على خاطرك من ابنك. هو تزوج او خطب وتزوج ويسهر شغله بالزواج والحياة اللي في بيته عن أمه، وده أمر ما يصحش أبدا. ده السيد المسيح حتى وهو على الصليب افتكر أمه ورعايتها وعهد بيها إلى أحب تلاميذه إليه وهو القديس يوحنا الحبيب، وقال له هذه أمك وقال لها هذا ابنك، ومن ذلك الحين أخذها التلميذ إلى بيته. فمش أصول الواحد ينسى أمه اللي تعبت فيه وتعبت التعبين مع بعض، يعني التعب بتاع الأب والتعب بتاع الأم، لأن أبوه توفى من طفولته. ممكن انك انت تعديه في رقة من غير ما تحزنيه، لعل يفتكر انك بتكلميه بشعور الحموات مش بشعور الام. يعني بدل ما تقوليله انت غلطت وما سألتش عني، قولي له ابني انا مشتاق ليك واحب اشوفك، وانت تعرف انك انت في قلبي حتى لو غبت عنه. جايز دي تحنن قلبه شوية ان ما كانش قلبه استولت عليه الزوجة كله ولم تترك لك فيه موضعا.